بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 76. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، ما يزال الشيخ رحمه الله يتحدث عن نزول الرب سبحانه إلى سماء الدنيا الثابت في الأحاديث حين يبقى ثلث الليل الآخر، ويرد على من ينفي ذلك من نفاة الصفات، فيقول رحمه الله: قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذه الآية مما تبين خطأ هؤلاء، فإنه سبحانه وتعالى قال: وما قدر الله حق قدره. الآية قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أبلغ من ذلك، والسياق لمسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يطوي الله الأراضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وذكر رحمه الله أحاديث في هذا المعنى، ثم قال: فإذا كان سبحانه يطوي السماوات كلها بيمينه، وهذا قدرها عنده، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وهو سبحانه بين لنا من عظمته بقدر ما نعقله، إلى أن قال: فمن هذه عظمته؟ كيف يحصره شيء من المخلوقات، سماء أو غير سماء، حتى يقال إنه إذا نزل إلى سماء الدنيا صار العرش فوقه، أو يصير شيء من المخلوقات يحصره ويحيط به سبحانه وتعالى. فإذا قال القائل: هو قادر على ما يشاء، قيل: فقل هو قادر على أن ينزل إلى السماء الدنيا وهو فوق عرشه سبحانه وتعالى. وإذا استدللت بمطلق القدرة والعظمة من غير تمييز، فما كان أبلغ في القدرة والعظمة فهو أولى بأن يوصف به مما ليس كذلك. فإن من توهم العظيم الذي لا أعظم منه يقدر على أن يصغر حتى يحيط به مخلوقه الصغير، وجعل هذا من باب القدرة والعظمة، فقوله إنه ينزل مع بقاء عظمته وعلوه على العرش أبلغ في القدرة والعظمة، وهو الذي فيه موافقة العقل والشرع، إلى أن قال رحمه الله: وإذا عرف تنزيه الرب عن صفات النقص مطلقا فلا يوصف بالسفول ولا علو شيء عليه بوجه من الوجوه، بل هو العلي الأعلى الذي لا يكون إلا أعلى، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس كمثله شيء فيما يوصف به من الأفعال اللازمة والمتعدية، لا النزول ولا الاستواء ولا غير ذلك. فيجب مع ذلك إثبات ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، والأدلة العقلية الصحيحة توافق ذلك لا تناقضه، ولكن السمع والعقل يناقضان البدع المخالفة للكتاب والسنة. بل الصحابة والتابعون لهم بإحسان كانوا يقرون أفعاله من الاستواء والنزول وغيرهما على ما هي عليه. فإذا عرف تنزيه الرب عن صفات النقص مطلقا فلا يوصف بالسفول ولا علو شيء عليه بوجه من الوجوه، بل هو العلي الأعلى الذي لا يكون إلا أعلى، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس كمثله شيء فيما وصف به من الأفعال اللازمة والمتعدية، لا النزول ولا الاستواء ولا غير ذلك. فيجب مع ذلك إثبات ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، والأدلة العقلية الصحيحة توافق ذلك ولا تناقضه،
ولكن السمع والعقل يناقضان البدع المخالفة للكتاب والسنة. والسلف بل الصحابة والتابعون لهم بإحسان كانوا يقرون أفعاله من الاستواء والنزول وغيرهما على ما هي عليه. ثم تكلم الشيخ رحمه الله عن تفسير من فسر قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان بعمد إلى خلقها بأنه من أضعف الوجوه، فإنه أخبر أن العرش كان على الماء قبل خلق السماوات والأرض. وكذلك ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. فإذا كان العرش مخلوقا قبل خلق السماوات والأرض فكيف يكون استواؤه عمده إلى خلقه له؟ لو كان هذا يعرف في اللغة أن استوى على كذا بمعنى أنه عمد إلى فعله، وهذا لا يعرف قط في اللغة لا حقيقة ولا مجازا، لا في نظم ولا في نثر. ومن قال استوى بمعنى عمد ذكره في قوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان لأنه عدي بحرف الغاية، كما يقال عمدت إلى كذا وقصدت إلى كذا، ولا يقال عمدت على كذا ولا قصدت عليه، مع أن ما ذكر في تلك الآية لا يعرف في اللغة أيضا، ولا هو قول أحد من مفسر السلف، بل المفسرون من السلف قولهم بخلاف ذلك. وإنما هذا القول وأمثاله ابتدع في الإسلام لما ظهر إنكار أفعال الرب التي تقوم به ويفعلها بقدرته ومشيئته واختياره، فحينئذ صار يفسر القرآن من يفسره بما ينافي ذلك، كما يفسر سائر أهل البدع القرآن على ما يوافق أقاويلهم. وأما أن ينقل هذا التفسير عن أحد من السلف فلا، بل أقوال السلف الثابتة عنهم متفقة في هذا الباب لا يعرف لهم فيه قولان، كما قد يختلفون أحيانا في بعض الآيات، وإن اختلفت عباراتهم فمقصودهم واحد وهو إثبات علو الله على العرش. قال الشيخ رحمه الله فإن قيل إذا كان الله لا يزال عاليا على المخلوقات كما تقدم فكيف يقال ثم ارتفع إلى السماء وهي دخان، أو يقال ثم علا على العرش؟ قيل هذا كما أخبر أنه ينزل إلى السماء الدنيا ثم يصعد وروي ثم يعرج، وهو سبحانه لم يزل فوق العرش، فإن صعوده من جنس نزوله، وإذا كان في نزوله لم يصر شيء من المخلوقات فوقه فهو سبحانه يصعد وإن لم يكن منها شيء فوقه. ثم قال رحمه الله فإن قيل فإذا كان إنما استواؤه على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض في 6 أيام فقبل ذلك لم يكن على العرش، قيل الاستواء علو خاص، فكل مستو على شيء عال عليه، وليس كل عال على شيء مستويا عليه، ولهذا لا يقال لكل ما كان عاليا على غيره إنه مستو عليه واستوى عليه، ولكن كل ما قيل فيه إنه استوى على غيره فإنه عال عليه. والذي أخبر الله أنه كان بعد خلق السماوات والأرض الاستواء لا مطلق العلو، إلى أن قال فالأصل أن علوه على المخلوقات وصف لازم له، كما أن عظمته وكبرياءه وقدرته كذلك. وأما الاستواء فهو فعل يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته، ولهذا قال ثم استوى. ولهذا كان الاستواء من الصفات السمعية المعلومة بالخبر، وأما علوه على المخلوقات فهو عند أئمة أهل الإثبات من الصفات العقلية المعلومة بالعقل مع السمع. وهذا الباب ونحوه ما اشتبه على كثير من الناس، لأنهم صاروا يظنون أن ما وصف الله عز وجل به من جنس ما توصف به أجسامهم، فيرون أن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين، فإن كونه فوق العرش مع نزوله يمتنع في مثل أجسامهم. لكن مما يسهل عليهم معرفة إمكان هذا معرفة الروح وصفاتها وأفعالها، وأن الروح قد تعرج من النائم إلى السماء وهي لم تفارق البدن، كما قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها
فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كذلك الساجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وبهذا القدر تنتهي هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.